شكرا للزملاء واهلا بكم الى النشرة الرياضية. قال المدرب الارجنتيني لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم اخوان بيتزي تدريبات الفريق في تجمع محلي لشهر اكتوبر والتي انطلقت يوم امس على الملاعب الخارجية للاتحاد البحريني لكرة القدم. ومن المنتظر ان يواصل الاحمر تدريباته في المعسكر الحالي والذي يستمر حتى 7 أكتوبر الجاري، تحضيرا لخوض مباراتين وديتين امام منتخب قرقرستان والفلبين بهدف الوصول للجاهزيه الكامله قبل انطلاق التصفيات الاسيويه المزدوجه خلال شهر نوفمبر المقبل. حياكم الله اليوم في تجمعنا شهر اكتوبر الفيفا دي. تخلل وديتين تاريخ 12 تاريخ 17 ضد قرقستان والفلبين. هذه بتكون البروفات الاخيره للتصفيات كاس العالم المؤهله لكاس العالم. طبعا مثل ما تشوفون المدرب استدعى قام فيها 12 لاعب جديد، تعتبر الفرصه الاخيره للمدرب لتجربه اللاعبين لوضع القائمه النهائيه للتصفيات. Buenas tardes. Sí, ya con una visión un poco más concreta, un poco más amplia de la liga, de muchos jugadores que hemos seguido a lo largo de este último mes. Y bueno, tenemos la intención de seguir mejorando y afianzando algunos conceptos que creemos que se hicieron bien. مساء الخير. اكيد الان المعسكر الثاني الامور اوضح لنا من المعسكر الاول، تابعنا مباريات الدوري، تابعنا كل المباريات، فلذلك هدفنا من المعسكر الثاني ناكد فلسفتنا وطريقه اللعب ونتطور ونتابع التطور في المباريات ان شاء الله. Ha venido gente nueva que tenemos que incorporar a nuestra rutina de trabajo, así que también vamos a aprovechar para afianzar conceptos con ellos. اكيد انضموا الينا لاعبين جداد بهالمعسكر، فلذلك لازم نتعرف عليهم ولازم نعلمهم طريقه لعبنا حتى يقدروا يتعودوا علينا. تاهل منتخبنا الوطني لكره القدم للصالات الى نهائيات كاس اسيا 2024 بعد فوزه على منتخب بروناي ب6 أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعه السادسه من التصفيات. وسجل اهداف المنتخب كل من صالح احمد وفلاح عباس وجسام عنان واحمد عبد النبي وسلمان الملا. ومن المنتظر أن تختتم منافسات المجموعة يوم غد الأربعاء بلقاء منتخبنا الوطني أمام شقيقه الكويتي في صراع الصدارة. شعور لا يوصف، يمكن من أفضل اللحظات أو أفضل مقابلات راح أسويها يعني باسم المنتخب البحريني. طبعاً أنا فخور جداً بالنجاح اللي قدموا اللاعبين، كنا تحت ضغط جداً عالي. الحمد لله السعي المستمر والأداء المتواصل والعمل المتواصل طوال 5 أشهر يعني كافأنا نفسنا بتأهل إلى نهايات كأس آسيا المقامة في تايلاند، ووضعنا بصمتنا الحمد لله للمرة الثالثة من هناك. طبعا هاي ثاني مباراة وفزنا فيها من بعد مباراة تيمور. بالنسبة للمباراة دخلنا الشوط الأول مو بالمستوى المطلوب، بين الشوطين المدرب والمساعد المدرب أعطونا تعليمات، دخلنا بالشوط الثاني وتعاهدنا أن نظهر بصورة جيدة والحمد لله رب العالمين. الحين باقي علينا خطوة واحدة للصدارة اللي هي مباراة الكويت، بندخل أكثر ما عندنا إن شاء الله. كفريق هم الجمالي يعني كنا واثقين بالتأهل من البداية، بس يمكن الصعوبة اللي صارفتنا أن هالفريقين يعني لعبنا ضدهم ما كنا نعرف عنهم أي معلومات يعني نهائيا، فشوي مثل ما تقول لقينا صعوبات وياهم، بس الحمد لله قدرنا نتغلب على هالصعوبات كامل. باقي لنا مباراة ضد الكويت وإن شاء الله بنكون قدها الحمد لله. يستعد الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية لتنظيم أول نسخة من بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام، والتي ستقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية خلال 29 من شهر أكتوبر الجاري. وتعد هذه باكورة بطولات الخليج لبناء الأجسام وانطلاقة جديدة في عالم هذه الرياضة التي باتت تحظى بمشاركة واسعة وانتشار كبير في المنطقة.